مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى لقاء جديد ومباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو، برنامجكم الحل بننتيك. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وكنشكركم على وفائكم وعلى تواصلكم الدائم معنا وعلى ثقتكم اللي دايرين فينا. اليوم بغيت نتكلم مع الأوفياء الكرام، بغيت نقول باللي في كثير من الأحيان كنكونوا قاسحين في إجاباتنا معكم، كنكونوا يعني متأثرين بالحالات ديالكم، ولكن الأساسي في هذا الشيء كله هو أنه نلقوا نتيجة في الأخير. يعني الإنسان على الأقل أنه من خلال هذه الدردشة معنا يخرج على الأقل بمحاولة لإيجاد الحل، يعني وخا يدير غير خطوة واحدة في مسار أنه يلقى الحل مشاكله. بطبيعة الحال الإنسان كيتخبط في هذه الحياة ما بين ما هو حلو وما هو مر، كاين مشاكل وكاين أفراح وكاين أحزان وكاين أقراح، وهذه هي سنة الحياة. لكن كل واحد فينا وكيفاش كيتعامل مع المشاكل ديالو، كل واحد فينا كيفاش كيشوف المشاكل ديالو، كل واحد فينا وشنو هي القيمة اللي كيعطي المشاكل ديالو. كثير من الناس غيقول لك هذه الهضرة سهلة ولكن التطبيق صعيب، وأنا معكم بطبيعة الحال الهضرة سهلة ولكن التطبيق صعيب. لكن الأساسي في الأمر هو أن الإنسان يحاول، ويكفينا شرف المحاولة إلا ما توفقناش. على الأقل الإنسان يكون دار مجهود وحاول أنه يجبر حل المشكل اللي كيعيشه واللي كيتعايش معه. وفي كثير من الأحيان بالمحاولة كتجي محاولة من مراها واحدة أخرى، من مراها واحد دقة، من مراها واحد يعني تصرف، من مراها واحد الصفح، من مراها واحد المحاولة تالية، وكتكون نتيجة. وهذا الشيء علاش كاين برنامج الحل بين يديك. فما نستهنوش بأي رأي كيف ما كان، ما نستهنوش بتجارب الناس، ما نستهنوش بخبرات الناس، ما نستهنوش بهموم الناس، لأن كل واحد فينا كيقول لك ما حاسب المزود غير اللي مخبوط به. الخبطة كتكون قاصحة في كثير من الأحيان وكيصعب علينا نستوعبوها ونتعايشوا معها، ولكن الأساسي في الأمر هو أننا نحاولوا. علاش لا، ما نخسروا حتى شي حاجة. واليوم معنا الكوتش يوسف بصير، مدرب في إطار التطوير الذاتي. مرحبا بك كوتش يوسف. مرحبا سكينة، حوال طيب على خير؟ بخير وعلى خير. عام هذا ما شفناك. ايوا من عام اللي فايت دابا اول لقاء بالنسبه لهذا العام هذا، نتمنى الله تعالى يكون لقاء مثمر ونعيشوا مع الاحباب ديالنا ومع الاخوه ديالنا اللي كنتحابوا معهم يعني عبر الاثير. يمكن مش شفناش الوجوه ديالهم، كتصورهم كيفاش هما، ولكن تحببنا معهم وتقاسمنا معهم الالام والافراح والمسرات ديالهم. الحمد لله ماشي دائما كاين واحد الجانب مظلم، الحمد لله كاين جوانب اللي هي مضيئه في حياه الناس وشفناها وعشناها مع الناس. نتمنى ان شاء الله هاد السنه هذه تكون ان شاء الله تعالى سنه اللي هي كتجيب الخير على جميع المتتبعين ديال اكاديميه ميد راديو. انا كنسمي اكاديميا وتوحد من غادي يقنعني بغيرها. مرحبا مشكور. مرحبا كوتش يوسف. اليوم غنتكلموا على واحد النقطه مهمه جدا. اليوم هو الاساسي في الطبيعه البشريه. نعم. وانه الانسان يخدم في واحد المجال اللي كيكون كيبغيه كيحبو، وبالتالي العطاء ديالو ما كيكونش مشروط. نعم. يعني ما كيشتغلش بمبدا قد الخلاص قد الاخلاص، بمبدا وانا المهم قسم ما ساليش، ماشي مشكلتي انا، هذه مشكل الخدمه، انا ندير انا داكشي اللي نقدر عليه نديرو، ما كنقلبش على المستحيل باش يمكن نطور العمل ديالي. وفي كثير من الاحيان كنلقاو ناس اللي كيحبوا العمل ديالهم ربما كيديروا مجهود يفوق المجهود ديالهم، يعني فوق المجهود يعني المطلوب. نعم. وربما ما كيكونش واحد التقدير، واحد الشكر، واحد وحتى داك الشخص ما كينتظروش، لانه كيحس براسو بانه كيدير واحد الحاجه كيبغيها. اكيد. وكيحس براسو انه كيعطي في واحد الحاجه كيبغيها، وبالتالي يستمتع بداك العمل. نعم. قبل ما يكون عنده مردود نفسي ومعنوي ومادي. نعم. فاليوم غنتكلموا على واحد النقطه مهمه جدا في علاقتنا كبشر مع العمل. العمل يعد مورد الرزق كل واحد فينا، كل واحد فينا كيفاش قسم له الله سبحانه وتعالى الرزق ديالو. ومورد والعمل كيبقى يعني المورد الوحيد ديالنا اللي يمكن به الانسان يكسب رزق حلال ويمكن يعيش به مرتاح. لكن كاين من الناس اللي كيفيق الصباح كيقول كيصبحنا على الله عاوتاني غادي للخدمه، وكاين من الناس ملي كيدخل من 8 الصباح من الباب هو شاعل كيدابز مع جنابه. نعم. وكاين من الناس اللي كتلقى خارج ناشط فرحان حيت غادي للخدمه. كاين شي ناس كتقول هاد الهضره
جيبي لنا هذا اللي ناشط فرحان خارج غادي الخدمة الصباح. ولكن كاينين هاد الناس. كاين كاين. حنا اليوم غنتكلموا على الإيجابية في العمل، كيفاش نقدروا نخليوا حياتنا تكون إيجابية في العمل، لأنه بزاف ديال الناس كيكونوا إيجابيين إلى أقصى حد، ولكن كتكون عراقيل، كيكونوا كما كنقولوا الشوكات اللي حالقين في الحلق، كيكونوا شوية ديال لي باغازيت اللي ما كيخليوش الإنسان يبقى على برجو كما كنقول. نعم. غادي نبدا بواحد الحكمة كيقول فيها صاحبها. هذا واحد الرجل اللي عرف بكلامه، يعني الكلام اللي هو عظيم جدا وكله حكم. قال هذا ابن عطاء الإسكندري، قال من عرف ما وجد هان عليه، من عرف ما قصد هان عليه ما وجد، من عرف ما قصد هان عليه ما وجد. علاش بديت بالضبط؟ لان هذاك العمل اللي تكلمت عليها للا سكينة هو عند واحد من مجموعه ديال الناس، وعند اغلب الناس كيظنوا بانه مورد رزق. نعم العمل هو مورد رزق، لكن عند المسلمين ماشي مورد رزق فقط، عبادة. هو وسيله من وسائل الرزق، لكنه عباده. فإلا عرفنا باننا حنا غادي نمشيو نتعبدوا الله تعالى بواحد العباده شرعيه شرعها لنا الله تعالى وامرنا باش ناخذوها، اتخاذ الاسباب، العمل، الوظائف كيف ما بغي يكون النوع ديالو، الا عرفنا بان هذاك المجال اللي دخلنا ليه راه هو عباده، غادي هون علينا كل شيء. علاش؟ لان عارفين بان الخلاص من عند من غادي يكون؟ غادي يكون عند الله سبحانه وتعالى، ماشي ذكر الارقام المعدوده اللي كناخذوا في راتب كل شهر، هذاك هو الخلاص ديالنا. لا، هذاك يمكن مقابل دير واحد المجهود، مكافاه على المجهود اللي كتقوم به، لكن الخلاص الحقيقي هو داك الشيء اللي خباه لك الله سبحانه وتعالى عنده مقابل لك العمل. انت خلصتي للعمل، ماشي الاخلاص على قد الخلاص، لا، الاخلاص من اجل الله عز وجل، انت خلصت لله عز وجل والله تعالى غادي يكافيك عليه. اليوم كان غادي نحكيو قصه ديال واحد السيد اللي هو سميتو انا عبد الحكيم، اللي هو موظف في واحد شركه من الشركات، مقاوله من المقاولات. النهار اللي دخل تعاقد على واحد راتب معين، لكن هذاك الرجل عاش انه غريب وسط المجموعه اللي هو كيخدم بها، كيخدم معاها، كيدخل ناشط العمل ديالو. علاش؟ لانه في اعتقاد ديالو بانه داخل كيترزق الله تعالى رزق حسن، يعني دخل الباب ديال يعني طلب رزق من هذا الباب ديال العمل المجهود اللي كيديه للشركه ديالته. ثانيا انه يكف نفسه عن الحرام. ثالثا انه غادي يرزق به وليداته الله تعالى غادي يرزقهم بركه في المال، لان شحال ديال الناس كياخذوا المال من طرق غير شرعيه، موظف في شي اداره او لا في كذا، حنا ما كنتكلموا على الرشوه، شحال ديال الناس كياخذوا رشوه ولكن ما كتبانش عليهم على الحياه ديالتهم، كتلقاه في الشهر الا جا يحسب شحال ديال الشهر وخدا، يلقى بانه خدا اضعاف مضاعفه ديال الاجر ديالو، ولكن فين هي في الاثر ديالها؟ لا وجود لها. علاش؟ لانها محوقه البركه، البركه ما كايناش، في حين ان كاين الناس اللي هما ب 1000 درهم و 1500 درهم و 2000 درهم عيشوا وليداتهم وقراوهم ودخلوا للجامعات حتى هما بحالهم بحال الناس، وكانوا لابسين بحالهم بحال الناس وكلوا بحالهم بحال الناس، والان دابا 1000 مراكز ديال مؤسسات او شركات او اعمال او توظفوا او عندهم وليداتهم او لا عندهم اشياء. يعني هذا عبد الحكيم هذا كان دوك الناس كيدخلوا ناشط العمل، كتلقاه دائما يذكر الله عز وجل، فرحان ناشط كيذكر الله كيغني ناشط دائما في العمل ديالو خدام، بل انه كيزيد فوق اوقات العمل ديالو. علاش؟ لانه ماشي مبغاش داك الراتب اللي غادي اللي كيتعطى للموظفين لانهم زادوا العمل الاضافي، الا عافاسو بانه هو موظف في واحد السلم اداري ما يمكن ليه شيء يزيد يعطيه علاوه شهريه او لا علاوه سنويه فوق داك الشيء كيتعطى للناس. هذا اذا هذا مفرغ منها، ولكن هو علاش كيلي دووي؟ يعني كيخدم وهو مرتاح، لقى الراحة النفسية ديالته في العمل. هذيك الراحة النفسية منش كتجي؟ كتجي أولا من حب العمل، ثانيا من تحدي ديال دوك العراقيل ديال العمل، ثالثا أنه مرافق لأناس إيجابيين، وهذا هو الأهم حاجة عندنا. أن الإنسان كيفاش يكون إيجابي في حياة، أنه ينظر إلى حياة بمنظار إيجابي، ما ينظرش لمنظار سلبي. إلا جينا ننظروا ليها من نظر ديال أنك غادي تكرفس في الطوبيس أو لا في الطاكسي أو لا باش غتوصل الشتا غادي تصب وكذا وكذا، هذه مسائل اللي قبل ما توصل العمل بطبيعة الحال غتوصل مكره للعمل ديالك. ولكن إلا نظرتي بأنك في الخطوة ديالك هي عبادة، وفي السعي ديالك عبادة، وأنت غادي تخرج باش 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 تجتهد في العمل ديالك عبادة، ودخلتي لوسط العمل وكتقول العمل لأجل المؤسسة اللي انت فيها، لأن عرفنا أن هذيك مؤسسة إلا كانت الإنتاجية ديالتها مزيانة في السوق
راه غادي تبقى تخلص انت وتخلصوا الناس اللي معاك، ولكن الا خسرتي انت داكشي اللي عندك بين يديك والمهمه اللي عندك بين يديك راه تاثر سلبا على الشركه، والشركه بطبيعه الحال غادي تفلس، ولا تفلست الشركه يمكن لها غادي تعرضكم الى يعني تخرجوا من العمل الى ولا غير ذلك، وانتم الان تحبس عليكم ذاك الباب ديال المورد ديال الرزق اللي كنتو اللي كان الله تعالى فاتحوا لكم بسبب هذيك الشركه ولا المؤسسه او الاداره او كيف ما بغى يكون النوع ديالها. كنتكلموا على قطاع عام وقطاع خاص. هذا عبد الحكيم هذا كان هاد الناس هادو اللي هما كيجيو للعمل وكيجي ناشط، اسمه هو اللي طارني فيه، هو كان هو النويو، هو داك المحرك او داك المحور اللي عليه كيكون مدار ديال الموظفين اللي معاه في هذيك الشركه. اللي عنده شي هم كيجي عنده، اللي عنده شي مشكل كيجي عنده، كيتشاوروا معاه، كيشيرهم يعني كيفتح عليهم بعض الاراء اللي هي صالحه، وكيخفف من داك الوقع ديال الضغط المادي والضغط المعنوي والضغط الاسري والضغط ديال العمل. علاش؟ لانه دائما يحدثهم بكتاب الله عز وجل. اذا من عرف ما قصد هان عليه ما وجد. عرفتي بانك تقصد بالعمل ديالك وجه الله عز وجل، غتاخذ اجره يباكيك الله تعالى فيها، غادي تخلص العمل لانك باش تبقى ديم استمراريه ديال الشركه، غادي تخلص بالنصيحه لهذوك الموظفين والعمال اللي معاك لانهم غادي تعاونهم انهم يكونوا ايجابيين وكتدور بك وناس ايجابيين، فهان عليك ما وجدت من داك التعب والمشقه. فلذلك كنا كنلقاو هاد الحكيم هذا حكاو لي عليه بانه كان كيجي بعض المرات السبت وكيخدم باش غيقاد المكان اللي هو كيشتغل فيه، لانه داخل الاسبوع ما كيمكن ليه شيء انه يقادو، ولكن نهار السبت كيجي وكيقفض باش كيرتب المكتب ديالو ويرتب المكان ديال العمل ديالو ويخليه نقي باش ينصرف منه. هنا اش بغينا نقولوا؟ بغينا نقول بان الشخص اللي هو سلبي يؤثر سلبا على الفريق ديالو، والشخص الايجابي راه يؤثر ايجابا على الفريق ديالو. فلنكن كلنا ايجابيون، نبداو هاد السنه هادي بايجابيه، ونبداو هاد السنه هادي وحنا مقبلون على الاعمال، حتى الا بان لينا شي صعوبات، الا بان لينا شي انسان سلبي، هذاك الانسان السلبي كنصحوه المدربين كيقول ليه عافاك لمكتب الاشياء اللي كتبان لك بانها ماشي هي هذيك، كتبها، كتب العراقيل، ثم انظر الى عراقيل كان احدا يستشيرك، يجي يستشير معك يقول لك عافاك لما عندي هاد المشكله وهاد المشكله كيفاش تحلها ليا. الا عرفتي انك تلقى لي الحل، فهذاك الحل هو اللي غادي تلقى لنفسك باش يمكنك حتى انت تكون ايجابي في العمل ديالك وسط الفريق ديال العمل ديالك. واكيد مازال مواصلين ومازال مستمرين مع كوتش يوسف، غنتوقفوا للحظات مع هذا الاختيار الغنائي لعاصي الحلاني، ونرجع لكم مستمعينا الكرام وحكي لنا قصتك، تواصلوا معنا عبر ارقامنا الهاتفيه بطبيعه الحال وعبر الاس ام اس وعبر الفيسبوك. فاصل ونواصل. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومستمرين معكم دائما وبرنامجكم الحل بين يديك. مرحبا واهلا وسهلا بكل اوفيانا الكرام اللي كيتواصلوا معنا دائما على 05 22 46 72 50 51 52. ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس، غتكتبوا حل خليو فراغ وصيفطوا الرساله ديالكم ل 50 80، ثمن الرساله 6 ديال الدرهم مع احتساب الرسوم. ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحه البرنامج واللي هي الحل بين يديك. ناخذ معنا رساله كتقول: سلام سكينه، انا سناء من قناه نرى 22 سنه، نتمنى من الكوتش يوسف يعطيني شي حل، وليت كنحس بالملل في حياتي. انا مزوجه دابا شي عام وربع شهور، في الاول كنت متشوقه للحياه الزوجيه، ولكن دابا كنحس براسي نهاريت كنضربت قصد وما بقيتش قد على والو. يقدر يكون هذا الشيء غير من اعراض الملل ولا غنبقى هكذا؟ جاوبوني عافاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخت سناء على كل نعي حكت لنا اشياء، ولكن اشياء اخرى ما عرفناها شيء. يعني هاد سناء هادي واش هي كتشتغل ولا ما تشتغلش، واش قرات ولا ما قرات شيء، يعني واش عندها اشياء اخرى كديرها غير العمل المنزلي. يعني دابا هادي ثلاثه اسئله خصنا نسولوها حنايا ونجاوبوا نفسنا. على كل إذا كانت الأخت ديالنا سناء هذه من الناس اللي هما كيشتغلوا أو اللي كيعملوا، فنقول لها بأن هذا الإحساس ديالها بعدم اللذة في الحياة الزوجية، هذا الإحساس هذا خصو نحيدوه من البال ديالنا. نعرف بأنها أقبلت على واحد الحياة اللي هي جديدة،
حياه ديال الزواج. حياه ديال الزواج راه ماشي كيف ما كنشوف في افلام ولا مسلسلات ولا، هي حياه ديال تعايش ديال جوج ديال الناس. هادوك جوج ديال الناس اللي بغاو يخلقوا السعاده فيما بينهم، يكملوا بعضياتهم، يعني شي يكمل شي. هذا الشيء كنسميوه زوج. ما عمرنا ما كنمشيو عند نص صباط ونمشي عند صباط واحد، فرده اليمنيه بوحدها ولا اليسريه بوحدها، كنمشيو فردي بجوج عند مول تقاشر كذلك. يعني هي زوج، هما بجوج كيكملوا بعضياتهم، ما يمكنش يكون شي واحد فيهم من غير الاخر. فلذلك هاد الحياه هادي خصنا ناخذوها بهذا المعيار هذا. تزوجنا معنا قبلنا اننا نكونوا زوج، قبلنا اننا نكونوا زوج خصنا نحقوا السعاده بزوج، خصنا نحقوا الهناء بزوج، خصنا نحقوا المحبه بزوج، خصنا نخلقوا واحد الجو ملائم لنا بزوج. فاذا كانت هاد الاخت ديالنا هي عام يعني كتشتغل في شي عمل او لا وظيفه او لا اي شيء، فنقول لها بان خصها تشوف اشنا هو اللي اثر عليها، واش العمل الوظيفي ديالها او الحياه الزوجيه او الرتابه في الحياه الزوجيه. الا كان العمل الوظيفي خصها تحسن من 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 من, من العمل ديالها، وانها تخفف عليها من الاعباء باش لما تجي للدار ديالها تلقى ديك السعاده اللي هي بغاتها في الدار ديالها. الا كانت كتقرا نقول لها انا خصها تعمر الوقت ديالها داخل البيت ديالها، يعني الا ما كانت شاي ما كتشتغل يعني ربات بيت ولكن قاريه، تشغل الوقت ديالها الفارغ في القراءه، في المطالعه، في المراجعه ديال بعض الكتب مهمه، تكون مجله علميه، مجله فنيه، تكون كيف ما بغات تكون، ولكن المهم شيء اللي هو غادي يفيدها وغادي يملئ عليها الفراغ. الا كانت لها هذه ولا هذيك، ربما تكون عندها اشتغال باشغال يدويه، تعلمتها في الدار ديالهم لما كانت بقى عزبال ولا كانت في الدار ديالهم، ربما تعلمات اما حلوه اما طبخ اما خياطه اما حياكه اما طرز اما اما. ولكن هاد البنت هادي الا كانت ما كتعرف حتى حاجه من هادشي كاع كله، الا هاد السنة هادي كانت في دارهم حتى نهار جا السيد تزوج بها وخداته ومشات للدار. فالزواج راه ماشي هو واحد حياه معينه فقط، الزواج هو حياه متسلسله، فيها حياه كتهمك انت اولا، وحياه كتهمك انت والزوج ديالك، وحياه كتهمك انت والزوج ديالك والوليدات ديالك، او حياه كتهمك انت وعلاقتك مع الوليدات ديالك. فاذا هاد الانهيار هذا اللي كتحسي به الاخت سناء، ربما كيجي من انك ما كتلقاي شيء شنو تشتغلي اش باش تعمري الوقت ديالك. فلذلك خصك تحاولي انك تعمري وقتك بشي حاجه، يكون عندك هدف. حنا قبل ما نساليو العام تكلمنا على تحديد الاهداف وعلى باش يكون عندنا اهداف. حنا 2015 بغينا تكون سنه لتحقيق الاهداف ديالنا، نبداو باش ما عطى الله بداك الشيء اللي عرفناه هذا العام نبداو به. ولكن نقولوا باننا ما غتخرجش هذه السنه هذه تكون حققنا واحد هدف معين. الا هذه السنه هذه تزوجت، هنيئا لك بانك لقيتي زوج وانك مزوجه به، لكن ما تكونش هذيك حياه ديال الزوجيه لقيتي واحد 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 الشيء ثمين عندك بين يديك وتفرطي فيه كك تقولي انا منهاره انا مكتئبه انا كذا. لا بالعكس، خص يكون الزواج هو محفز لك انك تعملي شي حاجه افضل. تعاوني راجلك في المدخول ديال 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 البيت، تعاوني راجلك في تحقيق السعاده، تعاوني الزوج ديالك في تحقيق واحد واحد التخفيف ديال واحد العبء من الاعباء الاسريه. اذا باش تحققيه اما بمطالعه، اما باشغال يدويه، اما بملء الوقت ديالك بشي افكار اللي هي ايجابيه باش تخرجي من هذا الانهيار. او لا يقدر يكون هذا الانهيار هذا نتيجه لبعض الامراض، بعض الاعراض اللي كتكون عند الانسان. يمكن كتكون عنده لانيمي مثلا، فاذا كانت لانيمي راه الانسان كيحس بانه عيان او لا بعض الاعراض. يعني اذا انا كنتكلم معك الا ما كانش عندك شي عرض ديال شي مرض معين، فاذا ما عليك انك تقوي الذات ديالك وتخرجي من 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 سناء واحد المراه اللي عندها كفاءات وقدرات. هذه كفاءات وقدرات غادي تخرجها الى المجتمع، تخرجها عند الزوج ديالها وعند عائلتها وعند وليداتها. ولا كان اعراض ديال المرض، اذا سيري داوي راسك هو الاولاني، لان تقدر تكون كيف ما قلنا لانيمي، او لا تكون شي بعض الامراض اللي هي كتخلي انسان مرخي ومضعضع الى غير ذلك. فاذا شوف الا ما كانش الحاله مرضيه، اذا رجعي للحاله الثانيه وانا كيشغلي راسك بداكشي اللي هو مفيد، اما كمل الدراسه ديالتك، اما قرا، اما كذا، ولكن واضبي يكون عندك واحد الورد يومي لعامي من الاعمال اليومي اللي كتعمليها دائما باش يمكنك تغلبي على هذا الفراغ ديال الحياه الزوجيه. ولما تكوني مع الزوج ديالك حاولي انك تكوني ديك المراه التي تبدا زوجها بالسعاده، يعني حاولي ان الوقت ديالك معاه يكون واحد الوقت اللي
انت كترتاحي فيه والزوج ديالك كيرتاح فيه. ما يكونش واحد الوقت اللي انت غتعصبي والزوج ديالك غادي يعصب، ولا عصب الزوج ديالك غادي يخرج للقهوه، غادي يبدا يضيع الوقت ديالو خارج البيت ديالو، وغادي تولي ام اخرى اللي هي اكثر من هاد الانهيار اللي كتعاودي عليه. وناخذوا معنا لاله مريم عبر الهاتف من اكادير. مرحبا بك لاله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لاله سكينه تبارك الله عليكم. الله يطول لي عمرك. شكرا شكرا بزاف على البرنامج. مرحبا بلالا بارك الله فيك. كوتش شكرا بزاف. مرحبا لالا وبلا جميل. مرحبا منكم بزاف. نتمنى الله تعالى نكونوا عند مستوى ديال اننا نفيدكم. مرحبا لالا. اللهم امين يا رب العالمين. عطاك بغيت نطرح عليك واحد المشكل ديالي. مرحبا. انا مزوجه هادي 6 سنين وعندي بنيه عندها 5 سنين. مرحبا. وي ودابا الحامله في البدايه، ولكن هاد الحمل جاني في الدماغ حيت ما كنتش معول عليه وما بغيتوش. حيت كان بزاف د المشاكل في البدايه في الولاده الاولى. بزاف كانت عندي صعوبه بزاف حيت غير تزوجت وحملت مباشره، وكنتي وفي ذاك الفتره ديال الحمل الزوج ديالي ما تفهمش وكانوا مشاكل بزاف ومع الواش ودابا ما تقبلاش كنقول. وحتى من ناحيه في الحمل في الحماله الاولى اكتسبت الوزن بزاف درجة كبيرة، ومن بعد الولادة جاتني صعوبة بزاف باش نفقد الوزن. نعم. وبصعوبة استرجعت الوزن، ودابا عاوتاني مهم بزاف من المشاكل، خايفة منهم، خايفة من العلاقة بيني وبين الزوج ديالي، يعني يزيدني هم اخر انا ما قداش عليه. نعم. الزوج ديالك مريم عارف بانك حاملة؟ لا مازال ما قلت لي. هو كان مصير باش نزيد ولد الثاني، هو كان مصير. تخي بيان. لالا مريم. لالا مريم. نعم. لو انك عرفتي المعاناه اللي كيعانيو الناس باش يكون عندهم وليد ولا بنيته ما غاديش تقولي هذا الكلام هذا. علاش؟ انت دابا الله سبحانه وتعالى رزقك من بعد سنوات، يعني الحمد لله انت ولدتي ودازت 5 سنين، البنيته الصغيره الاولانيه هي كتكبر، ودابا عطيتيها والله تعالى رزقكم باش يكون عندها واحد خوها ولا اختها، فهنيئا لك. اول شيء خصنا نقبلوا الهديه ديال سيدي ربي، اول شيء نقبلوا الهديه ديال سيدي ربي، عطاها لك انت ما كنتيش متوقعها، هو اللي عطاها لك ربي سبحانه وتعالى. الزوج ديالك هو اصلا كان باغي المولود، اذا الله تعالى حقق للزوج ديالك واحد الرغبه من الرغبات اللي هو كبغاها معاك انت، باغا انك تولدي ليه ولد اخر ولا بنت اخرى. ها هو الله تعالى حقق لكم هذا الرجاء. هذيك التوقعات ديال الاول حقيقه الولاده الاولى بالنسبه للمراه كتكون شويه صعيبه، ما عارفه شاي، يلا انتقلت من واحد الاطار كانت بنت فيه غير بنت كتلعب مع راساتها وتزوجات وقالت انا غنخرج وغنتسارى وغندير، فاذا به جا اللحام وجات الحباله وما بقيتش ما قدرتي تهيئي يعني تنجزي بعض المشاريع اللي كنتي برمجتي قبل. ولكن الان دابا الحمد لله بعد 5 سنين ديال الولاده جاتكم فرصه اخرى باش تولدي، راه ماشي بالضبط هذيك الاعراض اللي كانت عندك في الاول غادي تكون عندك في الثاني. راه العيالات اللي هما كيولدوا راه بعض المرات الوليدات في الحماله ديالتهم وفي الولاده ديالتهم وفي الوحم ديالهم وفي داك الشيء كاع كلهم كيختلفوا. الان دابا انتي عرفتي وتا الزوج ديالك عرف، لان كل ما كنتو كتوقع لكم هذيك المشاكل ديال الحماله الاولانيه كنتو كتناقشوا عليها وكاع بانها من الحباله ومن الوحم او الاعراض ديال واحد الحاله معينه كتكون عند المراه في وقت ديال الحباله ديالتها، فكيتفهمها وخلاها تدوز ودازت. الان الحمد لله لما غادي يعرف بانك راك حامله من جديد غادي يحط هذوك المسائل كلها، واي حاجه وقعات الا وغادي يردها للحباله، ما غاش يردها الغلط من عندك انت او لا من شي حاجه اللي هي انت درتها من الاشياء اللي هي صعيبه، وانما هذه اعراض اللي هي كتوقع للنساء كلهم. ثم ان راه 5 سنين راه الانسان عارف فيها شحال ديال المسائل، اذا لا داعي انك تقلقي ولا داعي انك توقعي بعض الاشياء اللي هي ما كايناش اصلا. ولكن المهم هو ان الزوجة كيفهم بانك راك حامله، لما يفهمها غادي يبدا يترجم كل حاجه ما عجبتوش يترجمها على اساس انها عرض من اعراض ديال الحباله، وغادي يهنيك من ديك السؤالات وغادي يهنيك من ديك التعليقات وغادي يهنيك من واحد المجموعه ديال المسائل. اذا انت قبلي هذيك النعمه سيدي ربي، هذه اولا، لان حنا كيف ما كتبعتي الى تبعتي البرامج كدوز فهاد اذاعه سواء مع الصباح او لا في الليل او لا وسط النهار كتعرف بانه راه الجنين يتاثر
بالمزاجيه ديال الدول ديال الوالدين وهما هو باقي مازال في الرحم ديال امه. يعني الا كانت امه فرحانه كان با فرحان كيخرج بواحد النفسيه مزيانه، ولكن الا كانت غيار وكان قلق وكان صداع وكانت مشاكل فراه شي غادي كيعكس على الحاله العصبيه ديال المولود. اذا باش يكون عندك المولود ان شاء الله تعالى بواحد الهيئه سويه، اذا نوفروا ديك الراحة النفسية ليك والزوج ديالك. حاولوا أنكم تعالجوا الأمور بالتي هي أحسن، حاولوا أنكم تحطوا واحد ليبوتيز واحد الاحتمال هو أنه كل حاجة جات راه سببها داك الوحم أو لا الولادة أو الولادة أو لا أعراض ديال الحمل، فنحلقوا هذيك الشمعة نعلقوا عليها تلك المشاكل باش ندوبوها باش ما تبان شيء ونقبلوها إن شاء الله تعالى. نعم. ونتمنى الله تعالى يعطيك شي درية صالحة إن شاء الله يا رب. توقفوا مع فاصل إعلاني ورجعوا مع كوتش يوسف. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم الحل بين يديك وحكي لنا قصتك على 0522 46 72 50 51 52. ايضا يمكن لكم توصلوا معنا عبر الاس ام اس، غتكتبوا حل خليو فراغ وصيفطوا الرساله ديالكم ل 50 80، ثمن الرساله 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم. ايضا يمكن لكم توصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحه البرنامج اللي هي الحل بين يديك. ناخذوا معنا لالا حياه من المحمديه. مرحبا بك لالا حياه. الو الو مرحبا لالا. مرحبا لالا، ميرسي بوكو بور ليميسيون والسلام عليكم كوتش يوس. مرحبا لالا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك سيدي. انا الموضوع ديالي صميم الموضوع اليوم. مرحبا. انا يمكن كنشبه شويش لذاك المثل ديال سي عبد الرحيم عبد الحكيم. مرحبا. انا واحد السيده كنبغي خدمتي بزاف بالدرجه ان كنطبق على داري ولادي. نعم. كنعطي الاهميه بزاف للمواضيع وانا في واحد لو بوست ديال لا ريسبونسابيلتي. نعم. هذه 5 سنين وانا في واحد الشركه وعطيت فيها كل ما في جهد ديالي. نعم. وبالفعل في الاول ما كنتش كنتسنى مقابل منهم، لان اصلا باش دخلت صالير باش دخلت اقل بكثير باش كنت خدامه قبل ما نجي عندهم. نعم. هما عطوني وعود بالفعل عملي ونعملو لك ونعطيوك ونهادك وعطيت لي فور ديالي في جميع المجالات. نعم. ومن بعد دابا هذه 5 سنين وكانوا وعدوني لخر شهر 12 انهم غيراجعوا لي الصالير ديالي. نعم. هذا هو الوعد اللي كان وقع في الشهر من حيث كنت نزلت واحد لا ديميسيون ديالي. قالوا لي تراجعي فيها على اساس غنتفاهموا في الاخر شهر 12 وغيقادوا لي الصالير ديالي وما غنمشي شيء. نعم. دابا وصل شهر 12 ما عملوا لي والو، شت ان سيلونس من جهتهم واحد السكون. ودابا انا اللي بغيت نعرف واش انا غنهز راسي ونمشي في حالتي اون فوا بور توت باسكو هذا الوعد اللي كنا اتفقنا عليه، ولا غنعاود نطرق معاهم ونعاود نراجع معاهم هذا الموضوع. لا حياه، واش هادشي كتكلمي عليه في الجانب النفسي ولا في الشق القانوني؟ لا انا ما كنهضرش في الشق القانوني. تري بيان تري بيان. حيت السؤال ديالك مشى الاتجاه ديالو نوعا ما قانوني. لا الشق القانوني عارفه، انا بغيت دابا الشق. نعم. فوالا انساني مرحبا. فوالا لا حياه. الله يبارك. واش كتشوفي راسك بانك انت في داخل هذيك المؤسسه كتعيشي بحال ديك الحوته اللي وسط البحر، او لا انك كتعيشي بحال ديك الحوته اللي وسط القرعه؟ يعني واش كتعيشي في الماء ديالك او اللي محطوطه في واحد الوسط اللي هو ضيق عليك؟ لا كنعيش في الماء ديالي والحمد لله، كاينه الراحه كاينه الاستقلاليه. نعم. كل جميع الحياه ظروف الحياه الماديه ما كاينهش. لا حياه. الماده دائما ماشي ما كتكونش هي كل شيء، لان بعض المرات يمكن هاد الشركه هذه يفكروا انهم يزيدوك من الناحيه الماديه، ولكن يزيدوك من ناحيه الاتعاب ويتعبوك اكثر من داكشي اللي فوق، يكحملوك اكثر من الطاقه ديالتك واكثر من الجهد ديالك، ويطالبوك بشي هو اللي اكثر منك ويقول لك انت حنا عطيناك وانت ما عملتي شيء. فبما انهم وعدوك معناهم انهم باغينك انك تبقي معاهم، يعني محتاجين لك. وحنا هذا هو اللي بغينا نوصل قبيله، بان انسان اللي هو ايجابي في العمل ديالو، ايجابي وسط الفريق ديالو، كيكون هو مصدر ديال السعاده ديال الاخرين، مصدر هو انت بحال داك ليدر، داك القاطره اللي كتجر الفريق ديالها. لما قلتي بانه انت عندك مسؤوليه ياك ومعاك فريق، لما كتقولي مسؤوليه كتقول لي معاك فريق، هذاك الفريق اللي معاك انت اللي كتجريه.
ايه انت اللي كتجريه، فما يمكنش الشركه تخلى عليك بهكاك. بطبيعه الحال الشركه ربما كتنتظر باش تشوف الامكانيات ديالها الماديه باش يمكن لها تزيد تعطيك واحد الاجره اللي هي غادي تخليك انك تقنعي بهذاك 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 العمل. والا راه كل واحد فينا كيشوف بانه راه العمل اللي كيعطيه هو اكثر من داك الصالير اللي كياخذ. فلذلك على الحياه انا عندك هي جوج نصائح، ربما انك تختاري انك تبوستيلي لشي شركه اخرى، تبحثي على 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 مصدر اخر اللي يمكن يعطيك اكثر، ولكن واش غتصدمني معاه هذيك الراحه النفسيه اللي انت كتلقاها في, 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 في المؤسسه اللي انت خدامه فيها، او لا هذيك المؤسسه اللي انت فيها راك رابحه اكثر من داك الصالير. واحد حاجه اخرى وانك كتجي وانت مشرحه الصدر، كتجي كتلقى ايكيب كيحبوك، كتلقى الناس كيبغيوك، كتلقى راسك نشطه، فهمتي؟ فانت ربحه على جهتين. لا لا حياه، انت دابا ربحه على جهتين، كتاخذي واحد النصيب مالي اللي هو به باش كتعيشي بالحلال انت ووليداتك وعائلتك ومكفي راسك على استجداء الناس وعلى طلب الناس وشي ما لقاوش الناس. ثم انك كتلقاي واحد الوسط اللي هو المال ديالك، كتعومي فيه كيف ما بغيتي، يعني كتلقاي راحتك النفسيه لما كتدخل الشركه كتسيبها بحال ديالتك. لا هذه راه المملكه ديالتك الحمد لله، ياك ماشي كتدخلي وعليك مراقبه وعليك حراسه عليك ضغط عليك وايد. بعض المرات راه كنبغيو نبدلو وكنبدلو بما هو اكرف، ما كنشوفوش المسائل كلها من حيتيات ديالتها، كنشوفو من ناحيه الصالير. فعلا يمكن يعطوني صالير مدوبل، ولكن هذاك الصالير مدوبل غادي يعطيه ليا وانايا تحت الضغط وتحت واحد الاكراهات وتشنجات، ومع فريق ديال العمل ما حاملنيش ما بغاش يمد ليا يد العون ولا كذا، كنفضل اني انسحب ونخلي هذوك الناس يدبروا راسهم ونبقى في واحد الوسط ديالي اللي هو الما ديالي اللي كنعيش فيه مع احبابي ومع اخوتي. هذيك المحبه والاخوه داخل وسط العمل راه ما كتباعش بالثمن الا الحياه. فكنقول لك هاد الناس هادو غتعاود ترجعيهم من جديد من حيث ان الاضافه ديال الصالير، ولكن قبل شنو من بعد شنو البديل؟ واش الا قالوا لك ودي هذا الصالير هو اللي عندنا تلقاي بال ديال اخر، اولا انك غتقدمي استقالتك وتخرجي تمشي للدار ديالك وتريحي، فاشنو غتربحي الا مشيتي ريحتي؟ اشنو هو النفع ديالك اللي غتنفعي به؟ في حين انك الان راكي شريفه وكريمه وانك مستقله بالذات ديالك، ما احتاجتيش شي واحد، ماشي تحت الرحمه درتي شي واحد من الله تعالى، ديك الكفاءات اللي عطاك انت كتوض فيهم انك ترزقي رزق ديال الحلال. اذا الانسان حط له بالونس، حط واحد الميزان وحط فيه هذا الجانب وحط فيه في الكفه الاخرى الجانب اخر ويعبر ويشوف فين عنده الربح ديالو يتبعو. نعم. الا كان الربح ديالك انك تبدلي الشركه وتقيسها للاخر، يعني بالرغم من انك داك الصعوبات كلها اللي غتلقاي، الاندماج الوسط واش هو هذاك ولا ماشي هو هذاك، واش غادي يقبلوك ناس اخرين انك تكوني في الوسط ديالهم، واش يمكن ناس اخرين يقبلوك تكوني انت هي المسؤوله عليهم ولا كذا، ممكن او لا العكس. فانا نفضل ديك الحياه اللي انت هي كتعجبك داخل المؤسسه تعجبك، وفكري في مورد اخر اللي هو يكون في الدار ديالك يمكن لك ديريه ويمكن لك تحصلي به على داك الفارق ديال 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 المال اللي كنتي كتبحثي فيه على تحسي من خلاله على الشركه، او لا انك تدفعي للشركه تعطيك واحد الجواب اللي هو مقنع، اما بزياده ديال الاجره ديالتك واما بانهم راه الشيء اللي عطى الله هو هذا ما يقدروش يزيدوك ديك الساعه باش يخليو لك فرصه انك تاخذي واحد القرار اخر في الحياه ديالتك. الله يوفقك للحياه ونتمنوا لها خير باذن الله. ناخذ معنا اتصال تالي معنا اللحظه عبر ارقام الهاتف المفتوحه بطبيعه الحال. سي امين من مكناس، مرحبا بك سي امين. مرحبا سي امين، تفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم دكتور. مرحبا سي امين، مرحبا ولدي. سيتو كاينه لاباس عليك؟ الله يطول عمرك سيدي امين. 2014 انا صحيح الحمد لله في 2015 الحمد لله بارك الله فيك سيدي دكتور. بغيت نسولك راه حتى الدماغ وقف وحق الله العلي العظيم. لا ما وقفش يا بنت، انت كتكلم انا ما وقفش، الدماغ خدام. تفضل. انا امين من مكناس. مرحبا. عمري 22 عام. ايه. خدام خدمه زوينه، ما خاصني تا خير، واكل شارب الحمد لله. الحمد لله. مرحبا. هادشي كيفرح. مرحبا. خدام خدمه زوينه. وقبيله كنت نسمعك تهضر على داك السيد الله يعطيه الصحه عبد الحكيم. لا عبد الحكيم كنتمناو نكونوا بحالو. اييه تقدر تكون بحالو مادام عندك مادام عندك هاد الفكر هذا بحال هكا، تقدر تكون بحالو تكون احسن منه كاع. مرحبا. ان شاء الله باذن الله تعالى.
كنت نعرف واحد البنت هذه 5 سنين. أيه. 5 سنين ما بقيناش، أنا بعيد عليها، الخدمة ديالي بعيدة شوية. بعيد عليها ما بقيناش، شي مشاكل فهمتي. تفضل تفضل قول قول، هكا سمعوني هكا سمعوني تفضل. والوالدة ديالي ضات عليها وبغاتها، أنا بغيتها، الوالدة ديالها ما نعرفوش بغات ولا لا. المهم البارح كان عيد الميلاد ديالها، كنت باغي نصوني عليها، ما لقيتش شي حل باش نصوني عليها. ايوا كي ما كانوا ما باش تهضر معايا ولا اله الا الله. الا فيك وفاش وقتي عقلتي اني كتعيش معاك في المدينه ديالتك من العائله شنو؟ لا انا تعيش في المدينه ديالي، وكنت كنا زوينين انا وياها مزيانين. منين بديت الخدمه، منين بديت الخدمه بداو تيوقعوا مشاكل بزاف ديال الحوايج. شنو المشاكل اللي كتوقع مثلا؟ يعني ما بغاش تهضر معايا، انا مازال حتى الان مازال ما فهمتش علاش ما بغاش تهضر معايا. لا ولكن قلتي وقعوا مشاكل، معناها وقعت شي حاجه، علاش ما بغاش تدوي معاك؟ واش خطبتيها؟ واش شنو هي شنو هي العلاقه دابا؟ ما ندير لها حتى شي حاجه، انا ما تنضربها ما حتى شي حاجه. لا قلت لك واش خطبتيها؟ قلت لك واش خطبتيها ماشي واش خطبتيها. ما وصلناش للضرب، الضرب لا وصلناش ليه، ما كنتكلموش عليه. قلت لك واش خطبتيها؟ سي امين سي امين سي امين، نوفر عليك الطريق نوفر عليك الطريق. شوف بما انك البنت هذه كتعرفها، وبأنك لقيتي بأنها إنسانة اللي هي مزيانة، بما أن الأم ديك راضية عليها، ما فيها باس. حنا كنعرفو كنمشيو نديو واحد الكادو بين يدينا، وكتدي معاك الوالدة ديالتك للدار ديالهم، وتدقوا عليهم وتسلموا عليهم، تعطيهم هذاك الكادو اللي بين يديكم، وتقول لهم حنا هاد البنت هادي ديالكم بغيناها ياك. يعني تعمل واحد الخطوة إيجابية باش هذيك السيدة تعرف راسها بعدا معامن، واش هي مع واحد الشاب اللي هو يمكن وقت ولد الدرب او ولد المدرسه او ولد كذا، او لو انسان اللي هو انتقل الى مرحله ديال انه حس بانه انسان ورجل بغى يتحمل المسؤوليه ديال الزواج وبغى يتزوج بهذه البنت هذه. الا كان غرض ديك الزواج، الا كان غرض ديك شي حاجه اخرى راه ما عنديش الجواب ديالها. فالا كان غرض ديك الزواج، اذا غتمشي تدي التكبيره ديالتك وتمشي للدار ديالهم وتجلس معاهم وتطلب بصفه رسميه تطلب الخطبه ديالتها، وغادي تطلب الجواب ديالها بطاطها. غادي تجاوب اما بايجاب والا اما بالرفض. الا كان جواب بالايجاب راه هو هذاك، وديك الساعه يمكن لكم غادي يكون الكلام ديالكم، الا تكلمتوا مع بعضياتكم غادي يكون عنده الشرعيه ديالته، الا جلستوا مع بعضياتكم غتكون عندها الشرعيه ديالتها، الا جيتي للدار ديالها غادي تكون الشرعيه ديالتها، الا خرجتي انت وياها لواحد الوسط اللي هو فيه اللي هو عام ولا كذا عنده الشرعيه ديالته. ولكن بقى شي كله في الظلام، هاد البنت هادي مابقاش بقى عايشه في الظلام، تبقى عايشه في اوهام. فلذلك اوفيسياليزي المسائل، انت دير هذه المسائل هذه بطريقه رسميه، وسير شوف الجواب. الا كان جواب ايجابي مرحبا، ولا ما كان جواب سلبي صافي. اذا كنا وكنت وصرنا وصرتو، قلب ليك على بنت الناس اللي يمكن لها تكمل معك مشوار ديال الحياه ديالتك، وهي ربما عندها اسباب ديالها ولا كذا، نخليوها حره مع راساتها. اذا ما تصدعش راسك وما يوقفش التفكير ديالك، انت في التفكير ديالك الان سليم، والحالة ديالتك مزيانة، بما أنه ما عندكش مشاكل لا في الوظيفة ديالتك ولا في عمل. إذا دابا الأوان باش تبرهن لهذيك السيدة اللي كنتي كتعرفها واحد المدة هذه بأنك راه ما كنتيش كتعرفها فقط للتسلية، وإنما كتعرفها من أجل بغيتي تبني معها واحد الأسرة بينك وبينها. نعم، ونتوقفوا اللحظة مع السي أمين، ونتمنوا له خير بإذن الله. نتوقفوا اللحظة مع فاصل إعلاني ونرجع معك. احكي لي قصتك. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما، وبرنامجكم الحل بين يديك. وحكي لنا قصتك على 0522 46 72 50 51 52. ايضا كي لكم توصلوا معنا عبر الاس ام اس غتكتبوا حل خليو فراغ وصفتوا الرساله ديالكم ل 5080، ثمن رساله 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم. ايضا كي لكم توصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحه البرنامج واللي هي الحل بين يديك. ناخذوا معنا لالا ايمان من الرباط. مرحبا بك لالا ايمان. وسنة سعيده وعيد مبارك سعيد. انتم مرحبا. كذلك لالا مرحبا على هذا البرنامج. بارك الله. مرحبا لالا ايمان، مرحبا طول عمرك. انا عندي شي شويه الاسئله. الاول اللي كيتعلق بدابا، الا كانت الجنين في الكرش وكان مشاكل، واش كيقدر من بعد يتولي عنده مشاكل؟ بحال دابا البنت ديالي كتعاني، في اخيرا عرفنا كتعاني من تخوب ليميت دو بيرسوناليتي اللي كيسميوها البوردر لاين. واش هذا كيأثر؟ و
وعندي الولد يعني كيمرتهو بشي مراحل، مره طالع المزاج ديالو من لا مره هابط، ما كنعرف كيفاش نتصرف منه معهم. ولكن دابا الدراري ديالي كيتشكاو مني انني انا ظريفه بزاف، وهذا هو اللي خرج عليهم على الشخصيه ديالهم انني ظريفه. شحال في عمرهم؟ عندي الاول 32 والاخر 20 عام. 32 سنه و20 سنه. الاخر 20 سنه، 28 سنه، 26 سنه. هذا اولاد اخرين. الاول 32، الثاني 26، 28، الثاني 26، ولد 20 عام. هذه اللي عندها المشاكل في البيرسوناليتي. 32 عام. لا عندها 26. 26 عام، 26 عام. عرفنا المشكل. ودابا البنت ملي جات الاول حتى كان ولا مزيان، لان تبعت له عند واحد الجهنه وهذا ولا مزيان. هاد اليومين ثلاث ايام ما عرفتش، حيت قرب الامتحان خاف، ما عرفت كيفاش تقلب واحد القلبه كبيره. ودابا انا ما كنقدرش نهضر معاها احد، اولا باش ما نوض الصداع في الدار وتاثر، او الوالد ديالهم ينوض المشكل ويكبر وتولي خناقه. وكاع هادي اللي شحال من شهر وانا كنعاني باش يوصل الولد لهاد النقطه ويتبع دروسه ويستعد للامتحان، يمشي ليا كل شيء في الزيرو. وعاود البنت كتقول لي لا انت ظريفه، خلاص ظريفه معنا اللي عطى الله عطاه، ولكن قالت لك ما تكونيش معاه دايره هكانيه، خصك يعني تدوري فيه تحرشي معاه. هذا انا تحرش معاه ما جابش لي نتيجه، ولا كنت نسول. هذا الولد اللي عنده 20 سنه. الولد هو كيمر بواحد الظروف، راه الاستاذ عنده علم بها. وقلتي لي تصبري له كانه راه في السبيطار، وهذا اللي كنت قنعت الوالد ديالو به. ودابا كتهي بحال دابا رافضه تهضر معايا، تتكلم معايا بحال كتعاقبني، حيت انا ما قادرش ناخذ موقف مع الولد. انا دابا غوت ولا حرش، غادي النتيجه اللي غادي نوصلها هي انني الولد غادي ينفعل عليا، وغادي يمكن يسمعني في طرف غضب شي كلمه اللي انا فغينا عليها، وعاد ديك الساعه انا غنصغر براسي. لالا ايمان. لالا ايمان، غادي نقول لك واحد القضيه. على كل عرفتك من خلال واحد المجموعه ديال الرسائل. ما يتعلق بالبنيته، البنيته الان دابا عاد كتشفتي المرض ديالها، وهاد البنيته خصنا نتعاملوا معها بواحد التعامل باللطف، لا هي ولا حتى الوليد ديالك. انا الوقت اللي كنتي كتوصفي الحاله وكانت كتسولك الاخت سكينه، انا كنت كنسجل بعض الكلمات. فاهم حاجه يتصرفوا معها بها الوالدين مع وليداتهم هو كلمات المحبه والموده والايجابيه. هذا هو طريقتي انا. عرفتك، ولكن كنقولها ماشي لك لالا ايمن، كنقولها لجميع الاباء اللي عندهم وليداتهم معصبين شي شويه او لا متقلقين او لا كيعانيو من واحد، كيخرجوا من واحد المرحله الى مرحله اخرى. فراه قد ما تعاملنا مع وليداتنا بكلمات ديال المحبه والموده، قد ما كنمصوا او كنهرسوا هذاك الجدار ديال 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 القلق اللي عند الوليدات ديالنا وعند البنات ديالنا. المجتمع الان اللي هو كيعيش عصبيه معروفه الان لا ينكرها احد، لكن باش غادي نخليوها؟ واش نزيدوا حتى العصبيه ديال الاباء حتى نزيدوها على العصبيه ديال المجتمع؟ لا. اذا باش غادي نعالجوها؟ غادي نعالجوها بالمحبه والموده اللي كيبين كل اب لولده وكل ام كتبينها لولدها وبنتها وتقولها، ماشي غير نبينوها فقط عباره عن جيست، لا كلمه ديال كنحبك ولدي وكنحبك بنتي، كلمه خصنا نسمعوها وليداتنا دائما باستمرار. راه ولدي كنعمل هادشي من اجلك ولي اني كنبغيك، ابنتي راني كنعمل هادشي لاجلي كنبغيك، راني ملطفه مع باكم لاني كنبغيكم، راني كذا بغيت نوفر لكم جو مزيان، بغيت نوفر لكم المسائل مزيانه، ونبعدوا على ذكر السلبيات نهائيا. وما تسمحيش البنت ديالك انها تتكلم على السلبيات ديال الاخ ديالها، او لا الولد يتكلم على السلبيات ديال الاخت ديالو. كلنا عندنا عيوب. هذيك المواجهه اللي كيواجه شي قدام شي، حنا تعلمنا من الناس اللي علمونا التربيه، لان كاين اساتذه اللي قرونا في المدرسه وكاين الناس اللي قرونا في المجتمع علمونا التربيه، ان الاب لما يكون كيتوجه باللوم لوليداته، او الام لما توجه اللوم لوليداتها، ما كتشوفش عينيها في عينيهم، كتشوف فيا وندير لك كذا كذا كذا. هذه كتعلم الوقاحه ديال الاباء مع وليداتهم وديال الوليدات مع الاباء، لان الا كتكلم معاه وانت عينيك جاحظين فيه او لا جاحظين فيها
وهو كيشحط فيك العينين ديالته وكيتكلم معاك بهذيك يعني تبادلوا اللوم فكتعلم الوقاحة وكيولي انسان مستعد انه يعاير يسب يقول كلمات نابيه لباه ولا المو خليها يعني اشياء اللي هي عندها تاثيرات سلبيه في الصراع ديال الحياه ديالته. ولكن المشايخ ديالنا علمونا انك لما كتبغي تتكلم مع ولدك ولا مع بنتك كتحد عينيك لتحت وتقول ابنتي كتعمل كذا وكذا او ولدي كتعمل كذا وكذا. يعني لما كتكون كتحد العين وكتكلم كتعلمو حتى هو انه لما يبغي يجاوبك يجاوبك بادب حتى هو لما انت كتشوف فيه ولكن هو حاضر راسو كيتكلم معك بلاتي احسن. وهذيك الحضره ديال الراس ديال الوليدات قدام باباتهم وديال الاباء قدام وليداتهم ماشي خوف وانما هي حياء واستحياء. ما كتخليش شي واحد فينا يتعالى على الاخر. فاما بالنسبه للزوج فران بيصعص عندنا كيقول لنا لو كنت امن احدا ان سجد لاحد لأمرت الزوج المرأة تسجد لزوجها أن تسجد لزوجها. فلذلك لابد كيبقى داك الاحترام ديال بين الأزواج. الزوج يحترم زوجه والزوجة تحترم زوجها. لا إيمان أنا كنتمنى أن تلقي حلول مع هاد الوليدات هادو. البنيتة ديالك غادي تبعي مع عند أن بسيكياتر ياك اللي غادي يفيدك وغادي يعاونها انها تخرج من هذيك المرض اللي يلا عاد اكتشفتها. ولكن الولد ديالك بقى مستمر معاه بديك الكلمات ديال الموده وديال المحبه باش تدخليه لهاد الامتحانات وهاد الاشياء اللي هي مقبل عليها ان شاء الله الرحمن الرحيم ندخليها لها وهو يعني بواحد النفسيه عاليه وغادي يتفق ان شاء الله الرحمن الرحيم باذن الله. مرحبا ما سخيناش بيك كوتش يوسف ولكن اكيد انا الموعد غيتجدد بيك غدا باذن الله. احنا ما سخيناش بكم ما سخيناش بالمستمعين ديالنا والاخوه ديالنا اللي تحابين فيهم من اجل الله تعالى في هذه الاكاديميه ديال ميد راديو. اذا اكيد غدا غيتجدد بيك الموعد كوتش يوسف باش غنتكلموا على كيفاش نربي وليداتنا على الايجابيه ان شاء الله. طبيعه الحال دائما معك كوتش يوسف بصير مدير فطر تطوير الذاتي. مستمعينا الكرام في انتظار اني يودع كوتش يوسف ونستقبلوا جميع اسئله سعيد ناوي الاجابه على كل اسئلتكم القانونيه. نخليكم لحظه تستمتعوا بهذه النغمات لماجد الرومي وعدتك.